اهلا وسهلا فيكم. اليوم بنحكي عن موضوع جدا مهم مثل موضوع الحمامات، واللي هو تحديدا مثل موضوع جهاز الجاكوزي. طبعا الجاكوزي تعتبر من الاساسيات مثل للحمام، مثل اللي عندنا شكل بيت نباء، عندنا اشياء جميله جدا بالمقاسات المتنوعه، عندنا دائري، عندنا مربع، عندنا اشياء جميله جدا. في ميزه ثانيه مثل موضوع الجاكوزي المصنوع من ماده الاكريليك، هذا شيء جيد جدا عمل جدا بالنسبه للجسد بالنسبه للحمام نفسه. في ميزه ثالثه انه هو كمان شغال بالانظمه، نظام دفع الهواء، دفع المي، دفع هواء ومي مع بعض. شيء جميل جدا، افكار حلوه كثير، كلها بتتلاقوها في البيت اللي بقى للسامي. اهلا وسهلا فيكم، كان معكم فراس الدكتور.